بس هون قبل ما نبدا بالسكند اوردر سيستمز بدي احكي نقطه سريعه عن بعض الويف فورمز اللي موجوده. في احد الويف فورمز موجوده في الشاب في الاكزامبل رقم 5 اسمها تيرمينيتد رام. هذه بي اوف تي. كيف بقدر اشكل بي اوف تي؟ ايش هاي ممكن افكر فيها انها مكونه؟ من تو رامز، بوزيتيف رام ونيجاتيف رام. فكانها هاي مكونه من التايم زيرو رام بارلل لهذا الخط مش موجود هون، والتايم 10 سكندز هاي هون 10 ثواني الها نيجاتيف سلو. لو جمعت P1 of T ل P2 of T تعطيني P of T. فإذا عملت طلعت الريسبونس لهاد طلعت الريسبونس لهاي وجمعتهم Q of T تساوي Q1 of T زائد Q2 of T. هاي السيجنال طبعا كيف بعمل بالشيفت بالتايم شيفت؟ هون في عندي تايم شيفت مش هيك؟ فهي ايش الفانكشن تبعت بي 2 اوف تي؟ طيب بي 1 اوف تي خلينا نحط الفانكشن تبعت بي 1 اوف تي، نفترض هذا السلوب سي فراح تكون بي 1 اوف تي شو بتساوي؟ مضبوط؟ تفضل تفضل. كاليبريشن اذا بي 1 اوف تي بتساوي سي تي يو اوف تي لانها بدت على تايم زيرو وهي رام اذا فيها تي والسلوب تبعها سي مضبوط. هلا هاي ايش اختلفت؟ نعم سالب سي تي يو اوف تي ناقص 10. طيب اذا هاي انت بتقول انها سالب سي تي يو اوف تي مش هيك؟ ناقص 10 في ناقص 10 واظنك لازم تحط كمان تي ناقص 10 هاي ما بيبدا يصير في لها قيمه الا التايم بتساوي الماينس سي ضروريه عشان تلغي مع السي اوف تي الموجوده هون. فافتر تايم 10 خلص بصير في عندي هون كونستنت في البدايه هون بيكون في عندي بوزيتيف فاليو. المفروض هاي اذا حل محلوله طبعا هي محلوله المثال كامل في الكتاب في الـ في الـ في, في الاكزامبل اللي موجود. في عندي كمان ويف فورم هاي مكونه من ايش؟ من بوزيتيف ستيب ات تايم 0 ونيجاتيف ستيب ات تايم 10 او تايم الزمن اللي موجود. وبالسوبر بوزيشن احنا قلنا انه بي 1 اوف تي زائد بي تي 2 اوف تي اذا حليت لبي 1 اوف تي طلعت كيو 1 اوف تي وطلعت كيو 2 اوف تي اذا بجمعهم بعطوني كيو اوف تي. في خمس امثله حاولت تحلوها هون محلوله كامله او حاولت تطلعوا عليها وتمشوا بالحل اللي لها. هاي الويف فورم اسمها تيرمينيتد رام. يعني هي رام بس تيرمينيتد يعني انتهيت هون ما ظلت مكمله لما انفينيتي في مرحله معينه وقفت الرام من هون. هاي بيستخدموها من ناحيه عمليه او لتعمل موديلنج للستيب. في الواقع ما بقدر اعمل ستيب لها زيرو رايز تايم فبستعمل هون تيرمينيتد رام في لها ميلان
ما الان طبعا حتى لو كان صغير تيرمينيت يترام فيه الهرام فانكشن هون بعدين بعد فتره زمنيه معينه بتصير خلص. خلص من هاي سكند اوردر سيستم بشكل عام كقاعده عامه حتى يكون عندي سكند اوردر سيستم كقاعده عامه يكون عندي طريقتين لتخزين الطاقه طريقتين لتخزين الانرجي مثلا من ابسط الامثله عليها لو اخذنا ابسط مثال ابسط مثال على سكند اوردر سيستم هو بندلوم بندلم في هذا له طول وفي ماس موجوده هون مش هيك لو مسكته هيك بهذا الشكل ايش عم عملت هلا خزنت طاقه وضع بوتنشال انرجي في الماس هاي الموجوده هون لاني رفعتها مسافه معينه في مسافه عموديه الارتفاع بين مكانها هون ومكانها هون لو تركتها هلا اللي عم يصير عند النقطة هاي شو بيصير؟ قديش البوتنشال انرجي اللي ضلت فيها هون؟ زيرو بس كلها تحولت ل كينيتيك انرجي، قديش الكينيتيك انرجي؟ هاف ام في سكوير. لما كان الماس كانت عندي هون اللحظة هاي انا مخزن فيها ام جي اتش، طاقة وضع، بنقول بوتنشال، شو يعني بوتنشال؟ في شيء كامل يعني انا بقول هذا الطالب مثلا مش مبين لسه عليه بس في عنده طاقه كامله بكره بس يتخرج كمهندس مثلا ببدع بتبين هاي الطاقه بس هلا مش مبينه مخزن نفس الشيء هاي الطاقه هون موجوده مخزنه ما عملت اي شيء لما بتحول لهون تكون اختلفت المسافه هاي نزلت المسافه هاي فزاد الطاقه هاي اللي كانت موجوده هون اللي هي الطاقه تحولت منها في هذا الجسم تحولت هون كلها لطاقه عندي السرعة هون عند النقطة هاي توصل فيها فبتوصل أعلى سرعة إلها عند النقطة هاي بعدين إيش برد بيصير؟ دي أكسلريشن ليش بالآخر بوقف هذا البندلوم؟ لو تركته فترة زمنية معينة بعد فترة في إير ريزيستنس معظمه إير ريزيستنس لوسز إذا في عندي كمان دامبينج هاي دامبينج هاي اللي بتخلي لو انا صرت اقيس الديفليكشنز اللي موجوده بلاقيها بتصير تنقص شوي صغيره كل مره مش هيك بحيث انه بعد عدد معين من الفترات بوقف هذا السيستم تماما اذا في عندي تو تايبس اوف انرجي النوعين من الانرجي الموجودين هو ام جي اتش وهاف ام في سكوير هاي كينيتيك انرجي عم تتحول الطاقه الموجوده هون لطاقه اللي هو شكل ثاني من الطاقه بترجع مره ثانيه تتحول للشكل الاول من الطاقه وبانتقال الطاقه من شكل لشكل عمالها بيصير في عليها دامبينج. هذا الدامبينج في الحالة هاي اسمه فيسكس. إيش فيسكسيتي يعني؟ فيسكوسيتي لزوجة. الهواء عبارة عن فلويد. وأنا لما بحط شيء في داخل الفلويد لو أنت مسكت كرة وقعتها في محل في زيت مثلاً شو بيصير في الكرة؟ تنزل لكن سرعتها بتكون بطيئة مش هيك؟ الفريكشن هذا اللي موجود نسميه فيسكس دامبينج. هذا بتناسب مع السرعة. يتناسب مع سرعة الجسم هذا في المحلول في الفلويد في المائع هذا مرور هذا الجسم في المائع كل ما زادت سرعته بتزيد القوة اللي عمالها بتقاوم مقاومة هاي لذلك بتلاقي لما سبيس شاتل بترجع من الهواء بترجع من الفضاء وبتدخل الغلاف الجوي ايش بيصير فيها بتكون حامي جدا مش هيك من كتر مقاومة الهواء لها لانه سرعتها بتكون عالية جدا اذا حتى يتكون عندي طيب ايش دخل هلا السكند اوردر سيستمز في المجرمنت ليش عم نحكي عن السكند اوردر سيستم هاي مش ماده كنترول ماده ميجرمنتس نعم ليش لانه يعني ليش طب حكينا عن سكند اوردر سيستم نحولهم يا سكند اوردر لانه ممكن ميجرمنت سيستم ممكن في ميجرمنت سيستمز بعض الميجرمنت سيستمز الموديل تبعها يكون عباره عن سكند اوردر سيستم مثال عليها في احد الطلاب عمل مشروع تخرج في السنين الماضيه في السنه الماضيه شيء اسمه تيلتينج تيبل و
تلتنج تيبل حط لها هو حط هون زي 24 تخلي هذه التيبل منبسطة. فهاي مثلا على سبيل المثال لو انا عندي مريض مثلا في عربية في سيارة اسعاف والمريض هذا عمال بتعمل عليه عملية بس السيارة ماشي بنفس الوقت والسيارة عماله بصير في عليها حركة عمالها طبيعة الشارع وطبيعة الطلوع والنزول. فانا بدي هاي الطاولة تكون دائما مستوية. طبعا واضح ليش بدي اياها مستوية مش هيك عندي عملية وهذا ما بديش طرح. فبدي السيستم هذا يعمل ريسبونس سريع بحيث انه يضل يعدل في وضع الطاولة بحيث الطاولة تطلها طول الوقت مستوية. بس كيف بدها تعرف انها مستوية او مش مستوية؟ ايش بتحتاج؟ سنسور. بدها سنسر مش هيك؟ والسنسر هذا بنسميه تلت ميتر. التلت ميتر بقول لي هل قديش انا وضعي بعيد عن الهوريزونتال او الفيرتيكال. احد ابسط انواع التلتس اللي هي بستخدم قطع زي هاي يعني قطع حديدية من هون مثبتة وباخرها في وزن واركب هون بوتنشوميتر والبوتنشوميتر بقول لي هاي وضعها بالنسبة للهوريزونتال ايش جاي. فبعرف وضع هذا بالنسبة للهوريزونتال. فلو مالت السيارة كلها ايش راح يصير في هذا الوزن؟ راح يمين. والزاوية هاي بتقول لي انه الوضع مش صحيح بدك تصحح الوضع من هون. لكن هذا السيستم ايش الموديل تبعه؟ سكند اوردر. فصار انا حتى افهم هذا السيستم حتى اقدر احلله حتى اقدر اخذ الايرور منه القراءه واعرف الايرور الموجود فيها صرت لازم اعرف الموديل تبع هذا السيستم الترانسفير فانكشن تبع هذا السيستم. ممكن كمان يكون عندي اكسلروميتر. لو انا بدي احط شيء في سياره وهذا يقول لي قديش السياره التسارع تبعها شيء مين منكم بسوق؟ كل بسوق هي مع رخصة. لما أنت تطلع بالسيارة أول ما تبدأ بالسيارة وبدك تقوم السيارة تمشي فيها إيش عماله بيصير على السيارة؟ في أكسلريشن مش هيك؟ لو أنت جبت حطيت أكسلروميتر في داخل السيارة إيش راح تشوف بالنسبة للكرة هاي؟ هاي الكرة مثبتة هاي مثبتة القطعة هاي أو الغرفة هاي الصغيرة مثبتة بالسيارة. في داخلها في سائل لزج وفي هون قطعة ماس والماس هاي مثبتة من هاي الجهة بزنبرة ومن هاي الجهة بزنبرة. ولو انت مسكت القطعة هاي وحركتها بإيدك هيك ايش رح بيصير في الماس في الداخل؟ والانحراف تبعها مع ايش بتناسب؟ مع الاكسلريشن. لانه مش مع السرعة. ليش مش مع السرعة؟ لانك لو انت هاي حركتها شوي شوي صغيرة وبعدين طلعت السيارة وصارت تمشي بشكل ثابت على 10 كيلومتر بالساعة شو راح يصير بالكرة هاي في النهاية؟ الحال الوحيد اللي راح تنحرف هاي الكرة يمين او شمال اذا انت عمالك تتسارع. اذا هاي صارت نوع كأنها قراءة لتسارعي. يعني لو انا اخذت هون ابرة وحطيت هون تدريج وهذا التدريج في وسطه حطيت هون صفر الانحراف هذه الإبرة يمين وشمال بيمثل لي السارع تبع السيارة. لكن هذا السيستم سكند أوردر سيستم رح يكون في خطأ لأنه سكند أوردر سيستم مش زيرو أوردر سيستم. إيش المصدر إيش الطاقة اللي رح تتخزن إيش أشكال الطاقة اللي رح تتخزن في الكرة هاي أو في السيستم؟ السبرينج إيش رح تتخزن في السبرينج؟ بوتنشال إنرجي. بس بوتنشال إنرجي من نوع تاني مش هيك؟ مش طاقة وضع اللي إحنا بنحكي عنها. رح تتخزن فيه طاقة في السبرينج نفسه كامل. لكنها كاملة برضو لأنه ما بتبين في السبرينج إلا لما أعمل ريليس للسبرينج وبين معي. وشو نوع الطاقة الثانية؟ لا لا هاي مش طاقة الفريكشن. كانتك في إيش؟ في الكرة. في الكرة نفسها. فلما الكرة تبدأ تتحرك رح تخزن فيها كانتك إنرجي. فكر في هاي الكرة والزمبركات اللي فيها. لو أنا مسكت الكرة هاي وسحبتها على الآخر إيش عملت؟ خزنت طاقة وين؟ في الزمبركات. كومبريشن في الزمبركات تنشن. بس ما فيش طاقة حركية في الكرة نفسها لأنها زيرو. بعدين مسكت الهاي وفلتها إيش رح يصير؟ الزمبرك هذا رح يتفشها من هون والزمبرك هذاك رح يأخذها لهون رح تزيد سرعتها رح ما توصل الماكسيموم وين؟ في النص. لكن في اللحظة هذيك بطل فيه لا طاقة وضع لا في هذا الزمبرك ولا في هذا الزمبرك لكن فيه طاقة كينيتيك مخزنة في الكفاء. فراح تكمل مش هيك؟ وهي راح تضغط الزمبرك هاد كومبريشن والزمبرك هاد تنشن لحد ما توصل هون يصير عندي اوسيليشن. فانت اول ما تشغل هذه السياره لو عملت تسارع عالي شو راح يصير؟ راح تتحرك هذه الكره. بعدين بعد ما تهدى انت سرعتك وتوصل مثلا السرعه اللي بدك اياها افرض انت ماشي في الشارع 30 كيلومتر بالساعه ضليتك على 30 كيلومتر بالساعه شو راح يصير بالاخر في الكره؟
راح تهدى، بطل في acceleration رغم انك ماشي على السرعه. اذا نتذكر انحراف الكره هاي ما بتناسب مع v، بتناسب مع a، بتناسب مع a. اذا هذا عباره عن، وهي هي مبدا الاكسلروميتر. نعم، لانه الاي بتتناسب مع الفورس. بالضبط، الاي بتتناسب مع الفورس، الفي ما بتتناسب مع الفورس لحالها. اذا انا عندي هون عمالي بحكي اف بتساوي ام اي، شو اللي رح يخلي الكره توقف في النهايه؟ ايش رح خليها؟ ليش ما تضلها ماشيه؟ بتضلها الطاقه تنتقل من زنبرك. الفيسكوسيتي تبعت الفلويد اللي موجود هون، واختياري للفيسكوسيتي هذا فيري كريتيكال، لانه انا ما بدي هاي الكره، ما بديش اياها تضلها تتحرك. يعني افرض انت قومت السياره من ربع ساعه وخلال خمس ثواني وصلت السرعه العاليه تبعتك، ما بدك هاي الكره تضلها تتحرك، مزبوط؟ لكن كمان ما بدك اياها انها تاخذ فتره طويله حتى انها توصل للقيمه النهائيه تبعتها. اذا بدي اختار دامبينج مناسب، الدامبينج هذا بده يخلي هذه الكره تهدى، بحيث انه بعدين لما تروح تتباطا مره ثانيه شو راح يصير بالكره؟ راح تعطيك ديسلريشن بالعكس، مش هيك؟ فالدامبينج هذا اختياره اللي هو زيت اخذته الدامبينج في السيركتس، مش هيك؟ اخذته سيركتس 2 مش هيك او 1 حتى زيتا دامبينج مش هيك؟ سكند اوردر اخذته ار ال سي سيركت بالداينامكس. ليش اخذتوها بالداينامكس؟ فايبريشن داينامكس، فايبريشن داينامكس، فايبريشن داينامكس. بس بالسيركتس ما اخذتوا سكند اوردر سيستم؟ طمنوني، اخذتوا ولا ما اخذتوا؟ اخذتوا، اخذتوا شو زيتا مش هيك؟ اوميجا ان في ار ال سي سيركت. لو انا عندي ار ال سي سيركت، ففي انا عندي دامبنج اللي هي زيتا مش هيك؟ زيتا بتحدد لي قديش الدامبنج، وزيتا لما تكون واحد بكون عندي كريتيكال دامبنج، وزيتها لما تكون اكثر من واحد بيكون السيستم اوفر دامب، فما بصيرش في اوسيليشن. لما يكون اقل من واحد بصير في عندي، بصير السيستم اندر دامب، بصير في اوسيليشن. شكل الويف فورم اللي بشوفه هون لو فيش عندي دامبنج، لو زيرو دامبنج، شو راح يكون؟ الديفليكشن هاي ساينوسويدال، وهي بنسميها سمبل هارمونيك موشن. نفس الشيء في البندلم هذا، إذا كانت الديفيشنز هاي صغيرة أقل من 10 درجات، هذا بعدين يعني مش ما راح ندخل فيه ليش، بس إذا الزاوية هاي صغيرة لو عملت بلوتينج للثيتا إيش راح يكون شكلها؟ كمان ساينوسويدال، راح تكون ساينوسويدال. إذا في دامبينج إيش بيصير؟ عمال بيصير بالأمبليتيود تبعت هدول تعمل إكسبوننشال ديكي. فلو الإنفلوب عندي إنفلوب من هون، لو رسمت هذا الإنفلوب، إيش إنفلوب يعني؟ إشي بيحيط بالشيء، فالانفلوب هو اللي بيحيط بهذا الخط من هون، فبصير في عندي ديكي، اكسبوننشال ديكي لهذه الويف فورم. طيب واضح ليش كل هذا الحكي؟ ليش؟ عشان ايش؟ عشان نفهم ليش احنا عمالنا ندرس السكند اوردر سيستم في ماده ميجرمنتس، لانه في بعض سنسرز، بعض ترانسديوسرز الموديل تبعها بيكون سكند اوردر، فلازم افهم انه هذا السيستم سكند اوردر حتى اقدر اعمل له موديلنج، وحتى اقدر استفيد من الاشاره اللي بتطلع منه. لانه الاشاره هون عم بتمثل لي مثلا في هاي الحاله اكسلريشن، مثلا في هاي الحاله عم بتمثل لي تلت. السيستم هذا لما بعمل له اكسايتيشن بستيب فانكشن راح ياخذ فتره لحد ما يهدى الريسبونس تبعه. الريسبونس مثلا تبع هذا السيستم اذا عرضته للاكسلريشن إذا إجت عندي acceleration وراحت طيب بلس عرض له، بعدين راح بعد فترة راح تختفي لهاي الديفليكشن. هذا بمثل الانيشال ديسيلريشن أو acceleration اللي تعرض لها هذا السيستم. إذن هذا هو السبب ليش إحنا بندرس second order systems في مادة measurements. نرجع للمعادله الاصليه اللي حكينا عنها، تتذكروا بدينا بالديفرنشال سكند اوردر او ديفرنشال ايكويشن. لو اخذت هذه السكند تيرم بس يكون عندي هون a2 d سكوير 2 اوف t. تذكروا الديفرنشال ايكويشن اللي كانت m اوردر على جهه وn اوردر على جهه ثانيه. هلا بسطنا، اخذنا بس 2 تيرمز من هون، اخذنا الـ a2 a1 dq على t dt زائد A نوت U of T تساوي P نوت P of T. رد نراجع مرة ثانية، إيش P of T؟
input q of t الاوتبوت وهي الايكويشن شو عمالها توصف عمالها توصف العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت على شكل ديفرنشال ايكويشن عمالها بتقول انه لو انا اخذت المشتقة الثانية لـ q of t وضربتها في كونستنت جمعت لها المشتقة الاولى لـ q of t وضربتها في كونستنت جمعت لها q of t وضربتها في كمان كونستنت هاي بتساوي كونستنت مضروب في p of t اللي هي عبارة عن differential equation second order differential equation second order لأني أنا هون أخذت a3 لأنها هون 0 و a4 0 و a5 0 فسميناها هاي second order differential equation عندي هون 3 terms على هاي الجهة وعندي 1 term على هاي الجهة وهي عمالها توصف لي هذا السيستم أحسن وصف لهذا السيستم في الحالة هاي إني أوصفه على شكل على شكل differential equation عادة حل second order differential equation شو بيكون؟ الحل عادة بيكون sinusoidal. إيش الحل عادة للفيرست أوردر ديفرنشال إيكويشن؟ إكسبوننشال. عادة. لأنه الشيء اللي بتناسب مع مشتقته هو إكسبوننشال والشيء اللي بتناسب مع المشتقة الثانية إله هو sinusoidal. هذا طبعاً بشكل عام أنا بحكي هون بشكل عام. بس إحنا بشكل عام بنقول عمالنا لو عندي إكسبوننشال تيرم مشتقيته إيش بعطيني؟ إكسبوننشال تيرم مشتقيته بعطيني؟ exponential مضروب في constant معين لو اشتقيت sinusoidal signal مرتين شو بتعطيني؟ sinusoidal في negative sign منه طيب خلينا ناخد الـ Laplace transforms من هون بيصير عندي q of s في a2 المشتقة مرتين شو بتعطيني؟ بالـ Laplace transforms s squared زائد a1 q s s زائد a0 تساوي P0 P0S بطلع Q0S برا طلع عندي A2 A1S زائد A0 تساوي P0 P0S الترانسفير فانكشن هي الاوتبوت على الانبوت الاوتبوت عندي Q0S بقسم Q0S على Q0S صار عندي Q0S على أول هذه لواحد هلا انتم ممكن تدرسوها بفورمز مختلفه فورمز اللي انا بعتمده وانا بحب استعمله انه الكونستانت هون يكون واحد هلا بنشوف ليش انتم عاده مرات بتاخذوا هاي اوميجا سكوير مش هيك اوميجا ان سكوير هون بس احنا خلينا ناخذ هذا الفورم انا بفضل هذا الفورم فبدي اقسم البسط والمقام على اي نوت لو قسمت البسط والمقام على نوت بتصير بي نوت على اي نوت على اي 2 على اي نوت اس سكوير اي 1 على اي نوت اس زائد 1 وين الستدي ستيت؟ قديش الستدي ستيت جين راح يكون عندي؟ راح يختفوا الترمز هدول مزبوط؟ شو راح ضل عندي السنسيتيفيتي؟ بي نوت على اي نوت عشان هيك انا بفضل هذا الشكل لانه مباشره بعطيك السنسيتيفيتي هون مزبوط؟ مباشره بعطيني السنسيتيفيتي هي بي نوت على اي نوت زي ما كانت بي نوت على اي نوت عندي في السيستم الفيرست اوردر مش هيك؟ كانت بي نوت على اي نوت هي ستدي ستيت يعني بعد ما يختفي كل الترانزينت ريسبونس ايش راح تكون العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت؟ بي نوت على اي نوت وحدتها لازم تكون وحدة السنسيتيفيتي اللي هي اليونتس تبعت كيو على اليونتس تبعت كيو اذا هاي ممكن انا احولها احولها للشكل العام للسكند اوردر سيستم اللي هي كي ستيدي ستيت جين او ستيدي ستيت سنسيتيفيتي اس سكوير على اوميجا اس سكوير زائد 2 زائد على اوميجا ان اس زائد 1 هذا الشكل العام لسكند اوردر سيستم الشكل العام لفيرست اوردر سيستم شو كان كانت هاي كمان ستيدي ستيت جين والواحد كان دايمنشنلس فصف عندي ستيدي ستيت جين اللي بعد ما يروح الترانزينت ريسبونس راح يكون okay. كمان نفس الشكل اللي هي كانت بي نوت على اي نوت والزيرو اوردر سيستم ايش كان فيش في ترانزينت ريسبونس الزيرو اوردر سيستم مباشره اللي بعطيه كانبوت بعطيني اياه كاوتبوت واضح زيرو اوردر سيستم ايش انا بتمنى كل السيستمز يكونوا لو كان الامر بايدي زيرو اوردر سيستمز بخلص من كل الشابتر هذا بكب الشابتر هذا كله مش هيك نخلص من شابتر 5 بنخففه من الامتحان بنشيله من الامتحان بس للاسف احنا من ناحيه واقعيه في عندي فيرست اوردر سيستمز وعندي سكند اوردر سيستمز ما بنقدرش نعمل هذا الكلام لازم ننتبه لازم نفهم انه اذا عندي
transient response أو إذا عندي step function دخلت على sensor على transducer سواء هذا كان transducer first order أو second order رح يكون في عندي dynamic error لفترة زمنية معينة حتى يختفي transient response. لازم أنتبه لها، إذا ما انتبهت لها رح يصير في عندي dynamic error. طيب هلا شو بدي أحل؟ إذا من هون صارت عندي هلا هاي ربطت لي هاي معادلة هون، شو ربطت؟ ربطت الترانسفير فانكشن تبعت سكند اوردر سيستم بالكوفيشنتس تبعت هاي الكوفيشنتس لايش؟ الديفرنشال ايكويشن. اذا انا من الكوفيشنتس تبعت الديفرنشال ايكويشن بقدر اطلع الترانسفير فانكشن تبعت سكند اوردر سيستم. ايش السيجنيفيكانس؟ الفيزيكال سيجنيفيكانس. شو يعني فيزيكال سيجنيفيكانس؟ المعنى تبع هدول البارامترز اللي هون بتطلع ايش في عندي بارامترز. في عندي ثلاث بارامترز بالسكند اوردر ديفرنشال ايكويشن السكند اوردر ترانسفير فانكشن. كي بنعرف شو هي؟ مش هيك صرنا شاطرين في كي. كي هي عباره عن ستيدي ستيت جين او السنسيتيفيتي اللي هي العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت لما يختفي اي ترانزنت ريسبونس. وحدتها هي وحده كيو على وحده. هذا هون عندي دايمنشن اس واحد عندي هلا هون اس. ايش وحده اس باي ذا واي؟ ايش وحده اس؟ تنتبه ما تطمش بالها. وحده اس هي اس عباره عن ايش؟ فريكوانسي. فنظريا هي واحد على اس واحد على الثاني. عندي هون اوميجا ان، في عندي اوميجا ان وفي عندي زيتا. اوميجا ان شو بتمثل؟ ايش بنسميها؟ ناتشرال اندامبد فريكوانسي. طيب شو معناها فيزيكلي؟ ايش الفيزيكال سيجنيفيكانس معناها؟ شو هو اللي بشوفه بالواقع اللي بربطني في اوميجا ان لو عندي سكند اوردر سيستم؟ تفضل. لو في عندي سيستم الريسبونس تبعه رح يكون اوميجا ان بروفايدد انه فيش دامبنج. طبعا لازم نكون دقيقين 100%. لو هذا السيستم كان فيه دامبنج بسيط جدا هذا البندلوم، لو جيت انت حسبت الزمن اللي باخده حتى يعمل سايكل كامله، هذا الزمن in seconds أي حد قديش قدروه هذا تقريبا؟ ثانية ونص. تقريبا ثانية ونص. عايش بيعتمد هذا الزمن في الحالة هاي الطول وع الجاذبية. أحسن. هذا بس بيعتمد على الطول الجاذبية، ما بيعتمد على الماس هاي اللي موجودة هون. هلأ لو جربت أنت عندك في البيت جرب هاي مثال، جيب تفاحة جربوها، جربوها فعليا جربوها. جيبوا حبل طويل طوله مثلا متر ونص، اربط الحبل بطول بطرف التفاحه وتاكد انه عندك حوالي متر ونص مثلا ما بين النقطه اللي انت ماسك منها من هون ومركز التفاحه. احنا مفترضين الماس كلها مركزه في نقطه، مش هيك؟ تبسيطا هي مش طبعا هي اكبر شوي، بس بدي اهمل الماس تبعت الحبل اعتبرها انها ماسلس. وامسك امسك التفاحه من هون وعد مثلا مره او مرتين او ثلاثه واحسب قديش البيريد. هاي بيريد مش هيك؟ ان سكندز. ايش علاقتها باوميجا ان؟ مين بده مين بيوعد انه يعملها الليله هاي؟ يعمل هاي التجربه الليله؟ ما عندك تفاح؟ مين اللي ما عنده تفاح؟ تشتري تفاح، تشتري كيلو تفاح اليوم. نمسك هاي هون في نقطه معينه، هاي التفاحه هون، بتاكد طبعا الحبل مشدود مزبوط، بقيس الزمن قديش السايكل، وين السايكل؟ روح ورجع، روح ورجع كامله. اه هاي صارت عندك تي. تي بتساوي واحد على اف. شو العلاقه بين اف واوميجا؟ طلعوا لنا مثلا اوميجا ان بهاي الحاله، المفروض يطلع معنا انه الفريكوانسي بتعتمد على اوميجا. يعني لو طلعنا على سطح القمر بيطلع عندي شيء مختلف، مش هيك؟ لكن لو غيرت الماس، لو جبت تفاحة تانية ما بيختلف معك. شو ما كان، لو جبت إشي وزنه 10 كيلو أو إشي وزنه نص كيلو وحطيتهم رح يطلع معك نفس الزمن، والزمن نفسه بضل يتكرر. ماشي؟ اعملوا هاي، اعملوا هالفكرة هاي، يعني فكرة حلوة بسيطة جدا، وتأكد إنه الطول هذا، هذا الطول هذا فعلا صحيح من فوق. هاي قديش جي رح ناخذها؟ اعتبرها طبعا هي بتختلف من سطح الارض. ليش؟ بتعتمد على ايش؟ كون دقيقه بتعتبر على الارتفاع عن سطح البحر. كل ما هذا بيختلف معي قيمه، بس رح نعتبرها احنا في حالتنا 9.8 meters per second square.
صف ال انت مكانك تقيسه معك متر مش هيك تفحص التجربه شوف هل هذا الرقم صحيح هل هاي بنسميها سمبل هارمونيك موشن اس اتش ام سمبل هارمونيك موشن الحركه اللي بتكون عندي اللي بيكون فيها الفورس اللي ناشئ على الجسم بتتناسب مع المشتقه الثانيه بتتناسب مع البوزيشن تبعه هاي بنسميها سمبل هارمونيك موشن موجوده في اشياء كثير ممكن يكون عندك زنبرك مش هيك لو انت على شيء مستوي من هون على ارضيه مستويه جبنا زنبرك او حتى جبنا سلك والسلك مشدود وركبنا فيه ماس في النص ومسكت الماس انا وفلتها شو راح يصير في الماس راح تتحرك بساينوسويدال هاي بنسميها كمان سمبل هارمونيك اذا هاي هي السيجنيفيكانس الفيزيكال سيجنيفيكانس تبعت اوميجا ان لو مسكنا هذا الباب ما بقدرش اعملها بهاي انا بعملها حتى في المحاضرات بس هذا الباب ما بزبطش عليه لانه مش بالباب الهزاز لو في قاعات 101 103 مسكت الباب وعملت له ديفليكشن وتركته ايش راح يعمل بتحول طاقه الوضع اللي موجوده في الزنبرك هذا لطاقه حركيه لما الباب يوصل هون ما راح يوقف مش هيك لانه صار فيه له سرعه راح يكمل بس الديفليكشن تبعته راح يكون اصغر شوي من الديفليكشن الاصليه بسبب الدامبنج بعدين راح يرجع بالنهايه راح يوقف فبكون هو السيستم هذا بكون في الحاله هاي اندر دامب ما راح تقدر تقيس اوميجا ان اذا ما في عندك اذا كان عندك اوفر دامب سيستم مش هيك ما راح يصير في عندي الريسبونس هذا زيتها ايش بتمثل السيجنيفيكانس الفيزيكال سيجنيفيكانس تبعها دامبينج ريشو اللي هي بايش بقدر اربطها من ناحيه عمليه من ناحيه واقعيه نعم ممكن تقول الدامبر مثلا قديش الدامبر هذا ممكن يحكم بالسيجنيفيكانس هون من ناحيه عمليه هون كل ما زاد الدامبينج ايش مفروض اشوف الاختلاف ما بين الديفليكشن الاول والديفليكشن الثاني والديفليكشن الثالث والرابع لو صرت اقيسهم راح الاقي انهم بيصغروا مش هيك كل ما زاد الدامبينج شو راح يكون النسبه بينهم راح تكون اكبر عماله بيصغر يعني عمالها بتضيع الطاقه بشكل اسرع هاي هي الدامبينج هاي الفيزيكال سيجنيفيكانس تبعت الدامبينج طيب خلينا نربط الجهتين ببعض هلا حتى نطلع احنا عمالنا بنطلع الفيزيكال سيجنيفيكانس تبعت السيستم هاي بالكي واوميجا ان وزيتا من الكوفيشنت تبعت الفيرست اوردر السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن اسهل وحده اول وحده ناخذها اللي هي كي بتساوي بي نوت على اي نوت زي ما كان عندي بنفس الطريقه في السكند اوردر والزيرو اوردر سيستم اوميجا ان شو بتساوي اوميجا ان 1 على اوميجا ان سكوير هو معادل اس معامل اس سكوير ايش معامل اس سكوير هون اي 2 على اي نوت صار عندي اذا 1 على اوميجا ان سكوير بيساوي اي 2 على اي نوت اذا اوميجا ان سكوير بتساوي اي نوت على اي 2 إذا العلاقة بين A0 و A2 العلاقة ما بين معامل المشتقة الثانية ومعامل Q of T هو اللي بحدد بيك أوميجا N بغض النظر عن زيتا ملناش علاقة بزيتا ما اعتمدناش على زيتا هلأ زيتا بطلعها من معامل S خلينا نطلع إيش معامل S هون هي معامل S اللي هو 2 زيتا على أوميجا N شو معامل S هون A1 على A0 صار عندي A1 على A0 بيساوي 2 زيتا على أوميجا N بس أنا بعرف أوميجا N مش هيك؟ قديش أوميجا N؟ جذر A0 على A2 صارت عندي من هون هلا زيتا شو بتساوي؟ بتساوي أوميجا N في A1 على A0 على 2 مش هيك؟ بس أوميجا N بتساوي سكوير روت أوف A0 على A2 شو بقدر اعمل في A0؟ ادخلها جوا بتصير عندي A0 سكوير بتشطب مع A0 اللي فوق بضل عندي تحت A0 A2 صار عندي هاي بتساوي A1 على سكوير روت اوف A0 A2 زين شو اللي عملناه احنا لحد هلا؟ اخذنا السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن اللي بتوصف السكند اوردر سيستم وهذا على فكره بتستعمله في الكنترول نفس الطريقه الكنترول سيستم كمان بدي اعرف الترانسفير فانكشن تبعت السيستم لكن احنا بندرسه هون لانه في ترانسديوسرز هي سكند اوردر سيستم او في سنسرز هي سكند اوردر سيستم فحتى افهمها لازم افهم كيف الريسبونس تبعها في البدايه وصفنا السيستم عن طريق السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن اللي بتوصف العلاقه في التايم دومين
ما بين P of T و Q of T. فهذه عمالها بتقول إذا بناخذ المشتقة الثانية لـ Q of T نضربها في A2، المشتقة الأولى لـ P of T لـ Q of T نضربها في A1، زائد Q of T في A0 تعطيني B0 في P of T. أخذنا اللابلاس ترانسفورم لها، تحولت Q of T لـ Q of S، P of T لـ P of S. صار عندي هون second order differential equation، وصفتها أنا بالترانسفير فانكشن ما بين الانبوت والاوتبوت، فيها B0 A0 A1 A2، حولتها للشكل هذا، طلعنا معاملات أوميجا N وزيتا N وزيتا. أوميجا N بتمثل لي the frequency, the natural undamped frequency للسيستم، اللي هي the frequency اللي بيمشي عليها السيستم أو بيعمل عليها oscillation لو إنه ما فيش عندي damping. وزيتا هي the damping coefficient، قديش عمالي بخسر من oscillations. لو مسكت كرة وتركت الكرة، إيش رايح بيصير عندي؟ بيصير في عندي bouncing مش هيك؟ بس كل مرة الكرة بتوصل ارتفاع أقل، هذا هو damping. النسبة بين مرة والمرة اللي بعدها والمرة اللي بعدها لها علاقة بالدامبينج. كل خلصها؟ على سبيل المثال رح ناخذ لو عندي انا ريكوردر بتقيس الفولتج بالريفلكشن. لو انا عندي بيرمننت ماجنت نور صار شو بنشا عندي بينهم؟ ماجنتيك فلكس وماجنتيك فلكس دنسيتي مش هيك؟ شو قلنا وحده ماجنتيك فلكس؟ ويبر ماجنتيك فلكس دنسيتي. اذا انا لو طلعت ما بين نورث والساوث هون راح يشوف عندي ماجنتيك فلكس ماجنتيك فلكس دنسيتي. لو اجيت انا حطيت هلا هون بينهم اسلاك، لو اول شيء جبت حطيت هون سلك على شكل مستطيل كويل ومررت فيه تيار، ايش معنى هذه النقطه والمفهوم هي من وين جاي؟ في حد كان يعرف هاي؟ هون جاي. لو طلعت على هذا السهم من هون ايش بتشوف؟ نقطة. بتشوف نقطة ودائرة. بتكون السهم من الأمام. لو طلعت من هون شو بتشوف؟ اكس. بتشوف اكس، بس كمان بضلك تشوف الدائرة هاي. مش هيك؟ فهي الدائرة عندي هون والاكس. إذا التيار ايش بيعمل هلا من هون؟ طالع هيك وداخل بهذا الاتجاه. ايش راح يتكون على هذا السلك؟ فورس. مش هيك؟ على كل سلك من السلكين راح يتكون عندي فورس. لو فرضت انه هذا طبعا هذا لانه هو دائري حتى انا مش مرسومه بهذا الشكل هيك، فصار هذا الفلكس كانه عمودي على في كل نقطه من النقاط هاي عمودي. تكون عندي فورس على هذا السلك، فورس على هذا السلك، ما بعرف اذا هاي صحيح الاتجاه حسب الكونفنشن. هو دكتور السلك هذا فيه تيار؟ السلك هذا فيه تيار بهذا الاتجاه، عشان هيك حطينا احنا الدوت والكروس. السلك هذا التيار جاي فيه بهذا الاتجاه، فصار عندي سلك ماشي فيه تيار وعمودي عليه في عندي فلكس. وين راح يتكون الفورس؟ رح تتكون عمودية على البلين اللي بيحتوي الفلكس وبيحتوي على التيار. بيطلع مثلا بهذا الجبهة، بيطلع بهذا الجبهة ولا بالعكس الاتجاه؟ وهذا بيطلع عندي بعكس الاتجاه. بس هدول هذا الكويل مثبت من النقطة هاي، بلف حوالين النقطة هاي. إذا ايش رح يتكون عندي عليها على هاي الكويل هذا؟ رح يتكون عندي تورك، فورس مضروب في الديستانس، عندي فورس في الديستانس هاي وفورس في الديستانس هاي. رح تصفي كأنها فورس مضروبة في الديستانس الكلية، هاي الديستانس الكلية وهاي الفورس مضروبة فيها. فورس في ديستانس بعطيني ايش؟ بعطيني فورس في ديستانس تورك. شين ايش فورس في ديستانس؟ بتعطيني تورك. يعني هذا السلك كأنه بفكر فيه كأنه
ماشي هون تيار باتجاه والتيار نفسه ماشي بالاتجاه المعاكس. هاي القطعة من هون حطيناها داخل مجال مغناطيسي، ثبتناها عند النقطة هاي، ثبتناها عند النقطة هاي، فتقدر تعمل روتيشن فتكون عليها تورك. التورك عماله بحاول يخليها تلف من هون، فتكون عندي تورك. التورك ايش وحدته؟ نيوتن متر. مش هيك؟ ما نميز بين النيوتن متر والجول. النيوتن متر هي وحدة تورك، الجول هو نيوتن متر بس هي وحدة انرجي او طاقة. طيب لو انا حطيت عدد كبير هلا من هاي الاسلاك، وعندي ان عدد اللفات هاي، ايش راح تكون عندي؟ كل هدول اللي جايين مجاورين للان في عليهم اتجاه بتورك باتجاه معين، وكل المجاورين للساف عليهم تورك باتجاه المعاكس او فورس باتجاه المعاكسه، فبينشا منهم تورك. مش هيك؟ التورك هذا بيساوي ب مضروب في مضروب في الاريا بيطلع معي، مضروب في عدد اللفات بيعطيني تورك عليه. لو انا صرت اغير التيار هذا ايش راح يتغير معي؟ التورك. مش هيك؟ اذا التورك ممكن يتناسب مع الكرنت الموجود هون، اذا هذا ممكن استخدمه كايش؟ قيس التيار، بقيس التيار أميتر، كأنه نوع من الأميتر. نعم، جلفانوميتر. هذا هو الجلفانوميتر، هاي فكرة الجلفانوميتر، إنه أنا عندي بغير التورك، بغير الكرنت اللي موجود هون. الكرنت لما يتغير بتغير معي التورك، فبيصير في عندي ديفليكشن أكثر. لو قاومت الحركة هاي عن طريق استعمال زومبرة، ثبت الزومبرة هون والطرف الثاني للزومبرة ثبته بهاي، والتورك عماله مثلا بيحاول يعمل ديفليكشن، التورك عماله بيحاول يعمل ديفليكشن بهذا الاتجاه، بس الزومبرك كيف عم بخليه يمل؟ الزومبرك بخليه يرجع لهذا، والكوليبريم بوينت هي نقطة الزيرو. هون عندي الفول سكيل ديفليكشن. شو انا بنيت هون؟ بنينا جالفانوميتر او اميتر. كل ما زدت التيار اللي موجود هون، الماجنتيك فلكس كونستانت، الزومبرك هذا كونستانت الشد تبعه، لما بيزيد عندي التيار بيزيد عندي التورك، التورك بضل يزيد اجينست ايش بيشتغل التورك عماله؟ ضد الزومبرك. الزومبرك هذا ايش خصائصه؟ لو انا عندي زومبرك خطي، كل ما شديته اكثر، كل ما عملت ديفليكشن اكثر، ايش بيصير؟ بيزيد الفورس. مش هيك؟ بيصير اصعب. فالفورس فيه شو بتساوي؟ بتساوي الكونستانت تبع السبرينج اللي هي ستيفنس مضروب في الديفليكشن. نفس الشيء بالنسبه للزومبرك الدائري، لو انا بديت اشد فيه ايش راح الاحظ؟ بدي كل ما عملت ديفليكشن اكثر بدي تورك اكثر. مش هيك؟ فالتورك هون شو بيساوي؟ في ايش اللي عماله بتغير؟ ثيتا. كل ما زادت ثيتا من هون، زدت ثيتا من هون، بزيد معي التورك اللي عمالي بحاول اعمل له ديفليكشن. واضح التشابه بين هدول التو سيستمز؟ هذا ايش بنسميه السيستم؟ لينير او ترانزليشنال. هذا بنسميه روتيشنال. روتيشنال ترانزليشنال نفس الفكره بالضبط، بس الفورس تتحول ل تورك، الديستنس تتحول ل ثيتا. اذا هون انا هلا بنيت لنفسي سيستم، شو راح يصير فيه؟ كل ما زدت التيار راح يزيد التورك. مش هيك معي؟ التورك ايش راح يعمل في السيستم؟ راح يحاول يعوجه، بس ايش اللي بيقاومه؟ سبرينج. راح يضل يلف لحد ما يتساوى التورك اللي من السبرينج مع التورك من الكويل، فراح يصير في ديفليكشن معينه. لو زدت الكرنت ايش راح يصير؟ لو شلت الكرنت تماما شو راح يصير؟ راح يرجع تمام الاخر ويرجع لنقطه الزيرو. اذا هذا هو مبدا الجالفانوميتر. التورك اللي فيه، التورك اللي بنشأ بتناسب مع اي، بس التورك هون مع ايش بتناسب؟ ثيتا. مع ثيتا. اذا اي بتناسب مع ثيتا. هاي ثيتا. مش هيك؟ اذا هذا السكيل ايش لازم يكون اذا بدي ارقمه في الكرنت؟ لازم يكون لينير، في تناسب مباشر خطي ما بين اي وثيتا. فكل ما زادت ثيتا، كل ما زاد اي بتزيد معي ثيتا، فصرت انا اقيس الكرنت عن طريق الديفليكشن اللي عماله بيصير عندي هون في هذا السيستم.
ليش بندرس هذا السيستم؟ ايش علاقته بالسكند اوردر سيستم؟ لانه هذا السيستم هو عباره عن هذا ككل الميجرمنت سيستم صار عباره عن سكند اوردر سيستم. هلا بنشوف ليش. ايش اشكال الانرجي اللي ممكن تتخزن هون عندي؟ بوتنشال انرجي وين؟ في سبرينج. مش سبرينج في بوتنشال انرجي بخزن فيه؟ شوفوا العاب الاطفال الصغار شو بيعملوا، بيعبي مثلا بلف شيء، بلف بالزنبرك لحد ما يتخزن، بعدين بحط السياره شو بتعمل؟ تمشي السياره او اللعبه بتتحرك. ايش عندي النوع الثاني من الانرجي اللي ممكن تتخزن هون؟ كينيتيك. وهذا عماله بيتحرك في ماس، مش هيك؟ الماس هاي روتيشن، بس هاي الماس مش ترانسليشنال، روتيشنال مش هيك؟ الماس الترانسليشنال كيف شكلها؟ كينيتيك انرجي نص ام في سكوير. ايش اللي بقابل ام في الروتيشنال سيستم؟ جي او اي اللي هي المومنت اوف انرشا. شو بقابل في؟ اوميجا. الكينيتيك انرجي في الروتيشنال سيستم هاف اي اوميجا سكوير، الكينيتيك انرجي في اللينير سيستم هاف ام في سكوير. اذا انا ممكن تخزن عندي طاقه كينيتيك انرجي في حركه السيستم، ممكن تخزن عندي بوتنشال انرجي. الدامبينج عندي نفس الفكره، نفس فكره الدامبينج. الدامبينج لانها فيسكوس دامبينج بكون في عندي فلويد هون او الهواء، مقاومه الهواء. الدامبينج التورك اللي بصير عندي بالدامبينج بتناسب مع السرعه. يعني الفيسكوس دامبينج او اذا بدي احط هون عندي الفورس تساوي كونستنت معين في. شو معناها هاي؟ معناها لو انا لو انت مثلا جبت هون محلول او سائل حطينا فيه كره والكره هاي تركناها، ايش راح يصير؟ السرعه ما راح تنزل السرعه الكره بالسرعه العاديه اللي بتنزل فيها تحت الجاذبيه، ايش راح يصير بسرعتها؟ راح تكون اقل من هون لانه في فورس عليها عمالها بتقاومها. او لو انت مسكت قطعه حديديه حطيت القطعه هون وبدك تحركها بسرعه معينه، كل ما زدت السرعه ايش راح تلاحظ؟ في مقاومه اكثر، في فورس اكثر عمالها بتقاوم. هاي بنسميه فيسكوس فريكشن. او لو عندك مثلا هون شيء توربين عماله بلف لفه في هذا المحلول، بصير في فورس عليه اكثر او تورك اكثر كل ما حاولت تزيد سرعته، مش هيك؟ اذا في الفيسكوس فريكشن او الفيسكوس دامبينج الفورس اللي بتنشا عندي تتناسب مع السرعه. الشبان اللي انتم هون ايش اسمكم؟ ايش اسمك انت؟ بشار. قبل هالمره انا جبتك قدام مضبوط؟ لا ما جبتك. طيب تعال عندي هون. وانت ايش اسمك؟ محمد عبد الله. فكل ما زاد عندي السرعه اللي بتحرك فيها هذا اللولب مثلا او هذه القطعه ما تتحرك بسرعه اعلى من هون، بزيد عندي الدامبينج فورس اللي عليها، فبصير في فورس بتقاوم اكثر حركه هذه القطعه في هذا المحل. عشان هذه بنسميها فيسكوس دامبينج. زي نفس الفكره اللي حكينا عنها قبل شوي، لو انا عندي هذا البندلوم عماله بيتحرك بالهواء في عليه فيسكوس دامبينج، كل ما في اللحظه اللي بتزيد سرعته، وين سرعته اعلى شيء صارت عند النقطه هاي مش هيك؟ بيكون مقاومه الهواء له، بس احنا هون لانه حجمها صغير ما بنحس، يعني مش رح نحس فيها كثير، بس لو كان عندي جسم ضخم وعماله بيمشي على سرعات عاليه رح تحس مقاومه الهواء بتصير عاليه جدا له، وبتسمع تيربلنس مش هيك؟ بتسمع صوت الهواء بيكون في تيربلنس له، هذه بنسميها فيسكوس فريكشن. خلينا نبني هذا السيستم ونطلع السكند اوردر ريسبونس، السكند اوردر سيستم للسيستم كله بس. نتذكر هلا هاي العلاقه اللي موجوده هون. نتذكر العلاقه اللي موجوده بالزنبرك. الزنبرك قلنا التورك اللي تبع الزنبرك بيساوي كي اس في الثيتا. حكينا بالنسبه للزنبرك هذا هون، حكينا لما يمر عند التيار هذا بنسميه الموتر ايفكت. الموتر ايفكت شو يعني؟ كاني هذا حولته لمحرك، كل ما مرر فيه تيار وبتعرض لمجال مغناطيسي راح يصير فيه ريفليكشن اكثر من هون. اذا في عندي شيء اسمه الدامبينج
الدامبنج من هون الفورس او التورك تبع الدامبنج بيساوي سبيد سواء كانت لينير سبيد او روتيشنال سبيد مضروب في كونستنت تبع الدامبنج. واضحه هاي العلاقات هون؟ مره ثانيه لو عندي زومبرك سواء كان الزومبرك خطي او دوراني لو بديت اشد الزومبرك بخط مستقيم او اشده بخط بشكل دوراني راح يكون عندي تورك يتكون التورك هذا بتناسب طرديا مع ثيتا وفي هنا التناسب بينهم اللي هو سبرينج كونستنت او ستيفنس. كل ما كان الزومبرك هذا ستيف اكثر ايش راح يصير؟ راح يكون عندي كي اعلى مش هيك؟ فبصير بزاويه صغيره بنشا عندي تورك كبير جدا. اذا سبرينج هذا مش ستيف راح يصير بدي امشي مسافه كبيره حتى يتكون عندي تورك من هذا الزومبرك. الموتور افكت معناها انه لما انا بمرر التيار في هدول هدول الاسلاك في مجال مغناطيسي راح يتكون عندي تورك كاني هذا حولته لمحرك عمال بصير في عندي موفمنت من الكرنت اللي مار. وبعدين عندي الفيسكس فريكشن تتناسب مع السرعه الدورانيه مش هيك؟ او الفيسكس فريكشن هون تتناسب مع السرعه الخطيه. كل ما حركت اكثر زي قارب لو عندك قارب عماله بمشي فيه لو قارب هون عماله بمشي في بحر او في بحيره ايش عماله بقاومه؟ احد الاشياء اللي بتقاومه فيسكس فريكشن مش هيك؟ فلذلك بدي اعمل شكله احاول اعمل شكله ستريم لاين بحيث انه يخفف من الفيسكس فريكشن اللي موجود عليه. الفيسكس فريكشن بتتناسب مع بتزيد كل بتزيد الفورس عليه كل ما زادت سرعته في هذا الاتجاه. بس اذا كانه شيء دوراني بتزيد الفيسكس فريكشن كل ما زادت الروتيشن تبعته لانه هون عندي حاله دورانيه. نفترض انا عندي هون عمالي بقيس فولتج من ترانسميتر. الترانسميتر هذا فيه له ار تي له ريزيستنس وهون في عندي فولتج اللي جاي منه من دي من الترانسميتر. الترانسميتر عمالي باخذها على شارت ريكوردر او جالفانوميتر اي شيء زي هيك عمال بصير في عندي ديفليكشن بتناسب مع الفولتج اللي موجود هون. بالريسيفر هون في عندي ار ريسيفر في عندي هون هذا الجالفانوميتر هون اللي بمثله كانه دي سي موتور في موتور افكت وفي هذا الفولتج اللي انا بدي اقيسه. وهون بدي اطلعه على شكل تشارت مثلا او على شكل سيستم بحيث يعطيني ريسبونس يبين معي الريسبونس. وكل ما زاد الفولتج هون ايش بدي يصير؟ انا عمالي بقيس فعليا في النهايه كرنت مش هيك؟ يعني بحول الفولتج هذا لكرنت والكرنت هذا بيعمل ديفليكشن بالسيستم. وهذا اللي رسمته هون كانه دي سي موتور هو عباره عن كل السيستم هذا اللي موجود هون الاطراف اللي موجوده هون بمرر فيها تيار ايش بصير عندي؟ ديفليكشن او برجع الديفليكشن مرة ثانية منه. هون راح يتكون عندي ايش بنسميه اي ام اف اللي هو هذا السيستم هون هو نفسه بس يبدا يتحرك بسرعة معينة في داخل مجال مغناطيسي ايش راح يتكون ايش راح يعمل؟ اي سلك شو بدا يتحرك في داخل مجال مغناطيسي بتكون عندي فولتج ايش هيك؟ بتكون عليه فولتج. يعني لو عندي انا سلك بتحرك في مجال مغناطيسي هو راح يعمل اي ام اف نفسه هذا بنسميه الجنريتر. جنريتر افكت هو نفسه هذا بولد فولتج بقاوم الفولتج الاصلي اللي عماله بحاول يحركه هذا بنسميه جنريتر افكت. الموتور افكت عايش بيعتمد الموتور افكت يعني قديش التورك اللي راح ينشا على هذا معيش عايش بيعتمد معيش بزيد بزيد مع اول شيء بي موجود هون مش هيك وبزيد مع الكرنت اللي موجود هون. فالفورس اللي موجود على اي واحد من هذه الاسلاك راح تساوي اللي هو الماجنتيك فلكس دنسيتي مظبوط اللي موجوده هون مضروب في الكرنت اللي مار في هذا السلك. حسب السلك الموجود هون طول السلك الموجود هون مع بي اللي موجود هون راح يعطيني اف اللي هي الكرنت اللي مارت في هذا السلك. الكرنت اللي مارت في السلك مع بي اللي موجود هون راح يعطيني فورس. لما بحسب التورك الكلي التورك الكلي بعطيني عدد اللفات تبعت الاسلاك هاي في المساحه تبعت هذه اللوب في المجال المغناطيسي ماجنتيك فلكس دنسيتي في ار. يعني ايش عمالنا بنقول؟ بنقول ان التورك اللي نشا على هاي
بيساوي عدد اللفات، لانه انا عندي عدد لفات كثيره مش لفه واحده. الاريا تبعت اللوب اللي هي كيف بحسب الاريا تبعت اللوب، بكون طولها من هون في المسافه بين السلكين، الطول هذا في المسافه بين السلكين. يعني هاي لو طلعت عليها هيك راح تبين هاي المساحه تبعتها بتساوي المسافه هاي والطول هذا من هون اللي هي A. في B اللي هي المجال الماجنتيك فلكس دنسيتي اللي جاي من N و S، و I اللي هي الكرنت اللي مار في كل واحده من هذول اللوب. هذا هو التورك اللي بنشع عندي على هاي. بس دكتور المساحة مساحة السطح، يعني بعتبره انه مساحة هذا السطح هذا هيك، انه بعتبر الفراغ اللي بالنص. يعني لو عندك انت هون هاي، هذه هيك جاي ومار عليها مجال مغناطيسي هون بي، صارت هاي في مساحة معينة بتقطعها منها مش هيك؟ المساحة كلها هاي مضروبة في بي بتعطيني التي في ان في 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 اي، فبتزيد مع الكرنت، معناها هذا التورك بيزيد مع الكرنت، بيزيد مع عدد اللفات، بيزيد مع الاريا تبعت اللوب، وبيزيد كل ما استعملت ماجنت هون او له ماجنت فلكس دنسيتي اعلى. اذا هذا بيساوي ان اي بي في اي. بدكم الاشتغال التفصيلي من وين اجت هاي، اظن موجود في نفس النوت هون. لها علاقه بطول السلك ولها علاقه بالمسافه ما بين السلكين. الكرنت اللي بمر هون ايش بيساوي؟ في عندي في تي اللي بدي اقيسها مش هيك؟ في هون باك ام اف الفولتج اللي بحاول يقاوم في تي، وبعدين في عندي تو ريزيستر. كيف ايش المعادله هون للكرنت هذا؟ في تي ماينس اي ام اف اي تساوي في تي ماينس اي ام اف مش هيك؟ على ار بلس ار. على ايش؟ على ار تي بلس ار. ار تي بلس ار ار مش هيك؟ واضحه اللوب، بس ما فيش فيها شيء. في عندي هون باك ام اف، في عندي فولتج رح يتكون هون من الحركه. سبب هذا الفولتج هو الجنريتر ايفكت. هلا لو احنا ننسى هلا الفكره الاصليه اللي حكيناها، لو انا عندي مجموعه اسلاك وصلت هذه الاسلاك ان سيريز وبديت احرك في هاي الاسلاك في سرعه معينه في مجال مغناطيسي، شو راح يتكون عندي؟ فولتج مش هيك؟ يعني فولتج، والفولتج راح يودي لي كرنت. هذا راح يزيد مع ايش؟ مع عدد اللفات مش هيك؟ مع بي اللي موجود هون، مع السرعة اللي بلف فيها، كل ما زدت السرعة أكثر مش هيك؟ فبصير عندي الباك ام اف بيساوي الباك ام اف راح يتناسب مع عدد اللفات بي اللي موجودة عندي هون، وأوميجا السرعة اللي بلف فيها، وإيه اللي هي مساحة اللوب اللي هي بتصير ان اي بي. مرة ثانية، ليش هاي؟ ليش عندي؟ أي شيء بتحرك في مجال مغناطيسي رح تكون له باك ام اف، هذا رح يكون لي الفولتج هون اللي بقاوم الفولتج الأصلي اللي موجود هون. هذا الفولتج رح يزيد مع زيادة عدد اللفات للأسلاك اللي عمالة بتلف هون، رح يزيد مع مساحة اللوب، رح يزيد مع قيمة بي اللي هي الماجنتيك فلكس دنسيتي اللي عليه. وكل ما زدت السرعة الدورانية شو راح يصير؟ راح يزيد أكثر هذا مش هيك؟ يعني لو بحرك أنا بسرعة واطية أو بسرعة عالية، عمركم شفتوا كان موجود زمان مرات في زي قطعة صغيرة أو جهاز صغير زي دينامو بتحركه أنت بإيدك بتلفه بإيدك شو بينتج؟ بينتج فولتج. لحد هلا موجود بالسيارات، هو اللي بيشحن البطارية. إذا بتلفه بسرعة معينة كل ما لفيت بسرعة أعلى بتكون عندك فولتج أكثر. كل ما كان عندك مغناطيس اقوى بيعطيني مجال مغناطيس اقوى رح يزيد عندي، وكل ما زاد عندي عدد اللفات رح يتكون عندي اي ام اف اعلى. اذا نرجع للمعادله هاي اللي حكي احط لها هون، صار عندي اي بيساوي في اوف تي ماينس ان اي بي اوميجا على ار تي بلس ار اي. طيب رح اخلي هذه هدا هون.
هلا نتطلع على المعادلة الميكانيكية لهذا السيستم اللي بتتحرك من هون. لو أنا أثرت على سيستم إلو آي، أثرت عليه بتورك، إيش راح ينشأ عندي؟ زي لو أنا عندي سيستم إلو ماس إم وأثرت عليه بفورس إف، إيش راح ينشأ عندي؟ أكسلريشن. إذن إف بتساوي إم في إيه؟ إذا لو أنا عندي سيستم دوراني آي وأثرت عليه بتورك تي، آي في ثيتا، يصير عندي تي بيساوي آي في ألفا. مظبوط، واضحة ليش هدول الاختلاف بين اثنين؟ لو عندي سيستم، أنت شايف من عندك؟ شايف؟ أزح لك هاي من هون؟ شايف. بلاش بعدين تقول الدكتور، بعدين ما قدرتش أشوف إشي وسقطت في الامتحان. إف بتساوي إم في إيه؟ إذا زيها خطية دورانية راح يكون في عندي تي بتساوي آي في ألفا. آي بقابلها في السيستم الخطي إم، تي بقابلها في السيستم الخطي إف، والفا بقابلها بالسيستم الخطي. إيه. طيب نطلع على هذا السيستم ايش الفورسز اللي عليه. في عندي تورك عماله بيحاول يعمل له اكسلريشن، مش هيك؟ بس ايش اللي بقاومه؟ الزنبرك. الزنبرك قديش التورك اللي منه ناشئ؟ يعني انا في عندي الفورس تبعت التورك ناقص الفورس تبعت السبرينج، مش هيك؟ ناقص الفورس تبعت الدامبينج راح تساوي اي في الفا. مظبوط، هاي كل الفورسز اللي بتاثر على السيستم. الفورس تبع التورك بتناسب مع ان اي بي في اي. مظبوط، ان اي بي في اي اللي هي التورك اللي بياثر على هاي، بحاول يخليها تلف من هون. الزنبرك ايش بعطيني؟ كي دي في اوميجا، مش هيك؟ تتناسب عفوا كي دي في ثيتا. وين حطينا سبرينج؟ هاي اول واحده كي اس. صار عندي هلا ان اي بي في اي ناقص اف تبعت السبرينج اللي هي كي للسبرينج في ثيتا ناقص اف دامبينج اللي هي كي دي في اوميجا. بس اوميجا ايش علاقتها بثيتا؟ ثيتا دبل دوت، مش هيك؟ ثيتا دوت. صارت عندي هاي كي دي ثيتا دوت بتساوي اي. بس الفا عباره عن ايش بالنسبه للثيتا؟ ثيتا دبل دوت. معادله معقده. اه نعم. اس تي تساوي اي على الديستنس. ايش هي عفوا؟ احنا حكينا ان التورك تساوي ان في اي بي اي، صح؟ ان اي بي اي. مظبوط، التورك صحيح. الفورس ناقص على الديستنس. لا لا، هو انا المفروض هاي المعادله غلط، هم هاي اي في الفا، المفروض هذول كلهم يكونوا توركس، مش هيك؟ المفروض كلهم يكونوا توركس حتى تكون هاي معادلة صحيحة. مجموع التوركس اللي بتأثر على اي جسم بتساوي اي في الفا. زي ما عندي في سيستم خطي، شو عندي؟ لو عندي جسم هون له ماس، مجموع الفورسز في عليه فورسز كثيرة بتأثر عليه، اف 1 اف 2 اف 3، مجموع اف شو لازم يساوي؟ ام في ام في. اي جسم كقاعدة عامة، اي جسم عندي بتأثر عليه فورسز، طبعا الفورسز هاي اتجاهاتها مختلفة، شو لازم اعمل؟ بحولهم كلهم مثلا في الاكس وكلهم في الواي، مش هيك؟ بحللهم كلهم، بعضهم في الاكس وبعضهم في الواي، وبعدين باخذ في اتجاه الواي بكون في عندي اكسلريشن، وفي اتجاه الاكس بكون عندي اكسلريشن. بس بشكل عام كقاعدة كفكتورز، مجموع اف بيساوي ام في لهذا الجسم. لما ببسط هاي الاشياء باخذها هون، موجوده التفاصيل هون، بس راح اخذ انا الجواب النهائي. جواب النهائي عندي بيطلع اي ثيتا دبل دوت اللي هي اجت من هون، اي ثيتا دبل دوت زائد ان اي بي سكوير على ار تي بلس ار ار ثيتا دوت بلس سي ثيتا. سي في الحاله هاي هي كيس.
استعملناش هون الدامبينج، الدامبينج إجا من هاي المجموعة هاي. ايوه في سؤال. انا مش محسوبه الدامبنج. ما خدناش الدامبنج من هون، انا هون الدامبنج هون كلها كهربائيه اللي جت من هذا الترم اللي موجود هون، فما دخلناش الدامبنج الميكانيكيه، يعني كي دي هون اعتبرناها ما دخلناش، اخذنا الدامبنج هون اللي جا من مصدر كهربائي. صار عندي هلا نطلع هاي، ايش هاي عباره عن ايش؟ كل هذا شغلنا عشان نوصل ل هذه ايش؟ سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن. سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن ايش فيها؟ فيها ثيتا دبل دوت. شو ثيتا دبل دوت يعني؟ مضبوط. ثيتا دوت وثيتا. ايش عند الانبوت لهذا السيستم اللي احنا كنا نطلع عليه قبل شوي؟ نعم. يعني شو ايش الانبوت؟ ايش الفاريبل اللي هو الانبوت؟ في اوف تي اللي بقيسه. وانا في النهايه ايش بطلع حتى يفرجيني الاوتبوت؟ ثيتا. اذا هون كانه في عندي هاي كيو اوف اس، كيو اوف اس، كيو اوف اس، كيو اوف اس، هون عندي كيو اوف اس. اذا بقدر هاي المعادله هلا احولها، اعمل اخذ اللابلاس ترانسفورم لها. لو اخذت هون هلا ثيتا اس مضروبه في اي اس سكوير زائد ان اي بي سكوير على ار تي بلس ار ار ثيتا اس اس زائد كي اس ثيتا اس بيساوي بي تي اوف اس ان اي بي على ار تي بلس ار ار. هلا باخذ الاوتبوت اللي هو ثيتا اس على الانبوت اللي هو بي اوف اس، صار عندي ثيتا اوف اس على في تي اوف اس. شو بتساوي؟ عندي هذا الكونستنت رح يكون 4 ان اي بي على ار تي بلس ار ار، وعندي في المقام ايش رح يكون عندي؟ اي اس سكوير زائد ان اي بي سكوير على ار تي بلس ار ار في اس زائد كي اس. اذا قسمت كل شيء على كي اس بقدر احول هاي لواحد، مش هيك؟ بقسم هاي على كي اس، هاي بصير عندي واحد، هون بصير في عندي كي اس، وهون عندي كي اس. قديش الستيدي ستيت سنسيتيفيتي؟ هاي ان اي في على ار تي بلس ار ار على كي اس. اذا هاي ايش بتمثل لي؟ بعد ما ينتهي كل الدانا الترانزنت ريسبونس ايش راح يكون العلاقه ما بين في اوف تي وثيتا اوف اس؟ سنسيتيفيتي. هاي ستيدي ستيت سنسيتيفيتي هي راح تعطيني العلاقه ما بين الاثنين في النهايه. بعد ما يختفي الترانزنت تيرمز هون، هاي راح تكون العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت. اوميجا ان من وين بجيبها؟ لها علاقه ب اي ولها علاقه ب كي اوف اس. كي اوف اس اللي هو سبرينج، سبرينج ستيفنس. اذا سبرينج ستيفنس لها علاقه، واي اللي هي الانرشا تبعت. إذا صار عندي واحد على أوميجا إن سكوير شو بيساوي؟ بيساوي آي على كي إس. إذا أوميجا إن بتساوي سكوير روت أوف كي إس على. والدامبينج إيش بيعتمد؟ بيعتمد على القيم هاي اللي موجودة هون. إذا بنطلع الدامبينج تو زيتا على أوميجا إن بتساوي ان اي بي سكوير على ار تي بلس ار ار مضروب في كيس. نعم. او بنحسب هذه المعادله الاصليه قديش كانت، تذكرنا زيتا قديش كانت بدلاله المعادله؟ كانت اي 1 على جذر على 2. خلينا نكمل، خلص سهله صارت هون لانه عندي اوميجا ان مباشره. صارت عندي ان اي بي سكوير على كي اس ار تي بلس ار ار، اثنين بتنزل هون، وعندي اوميجا ان فوق. بس اوميجا ان هي عباره عن سكوير روت او كي اس على. ممكن اخذ كي اس من هون ادخلها جوا. كي اس هون صار بامكاني اعمل. إذا الدامبنج على ايش بيعتمد؟ بيعتمد على كي اس، وبيعتمد على اي، بيعتمد على ار تي، وبيعتمد على ار ار. الشيء الوحيد اللي انا بقدر اتحكم فيه هو
ار تي، فبامكاني اني ازيد او انزل الدامبنج باستخدام بتغيير ار تي، الباقي انا ما بقدرش اتحكم فيهم، ما بقدر اغيرهم. ماشي، في اسئله لحد هلا هون؟ شو الهدف مره ثانيه نرجع نحكي شو الهدف من هذا الفصل، من هذا التشابتر؟ السيستمز اللي عندي اللي بقيس فيها الميجرمنت سيستمز اللي بقيس فيها سواء كانت فيرست اوردر او سكند اوردر سيستم، ممكن في لها دايناميك ايرور رح يكون. لما بدخلها انا سيجنال معينه بدي اقيسها يكون في ايرور ما بين الانبوت سيجنال اللي هي دي اوف تي والاوتبوت سيجنال كيو اوف تي. انا كيف بعرف الفاريبل كيو اوف تي من معرفتي به؟ Q of T، مش هيك؟ أنا عمالي براقب Q of T حتى أستنتج منه P of T، لكن أحياناً بكون في عندي خطأ ما بين P of T و Q of T سببه dynamic، فأنا بفكر إنه Q of T بمثل P of T وهو في خطأ في بينهم. الخطأ هذا رح يكون dynamic ورح يعتمد على الترانسفير فانكشن تبعت السيستم، وفي عندي error. اطلعنا في السيستم هذا في الشابتر هذا، درسنا الريسبونس تبع الفيرست أوردر سيستم لستيب، مش هيك؟ ورام، ودرسنا البارابولا كمان. شو استنتجنا بالنسبة للسيستمز هاي؟ لما يكون في عندي step function داخلي على first order system، ايش steady state error؟ zero. اذا استنيت بشرط اني استنى طبعا 5 تاو، بعد 5 تاو بقدر اعرف انه steady state error صار zero. لو كان دخل عندي ramp على first order system steady state error constant وبيساوي c tau. ايش هم c وايش tau؟ tau اللي هي time constant تبع first order system اللي بقيسه، وسي سلوب تبع الرامب اللي هي قديش. هدول التنين اذا ضربتهم في بعض بعطوني ستيدي ستيت ايرور، بصرت اني استنى ان يكون انتهى ترانزيت ريسبونس. ترانزيت ريسبونس بنتهي بعد كمان 5 تاو، اذا استنيت 5 تاو صار ما بقدر اوصل الايرور لزيرو بهي الحاله، لكن بامكاني احسب الايرور هذا اخذه بعين الاعتبار واعمل له كوركشن. ولو كان عندي بارابولا داخله على فيرست اوردر سيستم انفينيتي، فما بقدر اعمل، ما بقدر استنى. لو استنيت كل ما استنيت اكثر الايرور عماله بيكبر اكثر، فما بقدر اني اصحح بهاي الحاله. ممكن السيستم كمان يكون سكند اوردر سيستم، وشوفنا بحاله الاكسلروميتر. الاكسلروميتر هو عباره عن جهاز قياس، لكن هذا جهاز القياس هو عباره عن سكند اوردر سيستم، بيصير فيه اوسيليشن، والاوسيليشن هاي بدها وقت لحد ما انها تهدى وتوقف الاوسيليشنز اللي موجوده. وبامكاني اطلع على اي سكند اوردر سيستم في له تو كاركترستكس. الكاركترستكس المهمه هي زيتا واوميجا ان. اوميجا ان بتمثل الريسبونس، الفريكونسي ريسبونس تبع السيستم، او الفريكونسي اللي بيعمل السيستم فيها اوسيليشن لما بكون اندر دام. والدامبنج كوفيشنت زيتا هو بتمثل لي قديش الاوسيليشنز هاي عمالها تختفي، قديش بدها وقت لحد ما تختفي. والستدي ستيت كين في اي سكند اوردر سيستم بمثل اللي هو وين كان كي. ستدي ستيت ايرور بمثل العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت بعد ما ينتهي الترانزنت ريسبونس من هون، واللي وحده دائما لازم تكون وحده كيو اوف تي على كيو اوف تي. شو وحده زيتا؟ دايمنشن. شو وحده اوميجا ان؟ فريكونسي واحد على السكند. اوكي ماشي، في اسئله ثانيه؟ طيب رح نوقف هون وناخذ بريك ربع ساعه او 10